في تقديم السحور قبل وقته خالف السنة لذلك، وهذا العمل فيه مضار كثيرة، فتأخير السحور فيه مصالح: العمل بالسنة، مخالفة اليهود، والنشاط لصلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تسحر ثم يخرج ويصلي بالناس. سئل الراوي كم بين سحوره وصلاته، قال: قدر ما يقرأ القارئ 70 آية أو نحو من ذلك. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر بالأكل والشرب إلى أن يظهر الفجر ويتضح، ثم يمسك ناويا الصيام إلى أن تغرب الشمس، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه آداب السحور، أنه يؤخر ولا يكون بينه وبين صلاة الفجر إلا زمن يسير، وأنه لا يترك السحور، يحرص الإنسان على أن يتسحر ولو كان ما يشتهي الطعام، فينبغي أن يحاول أن يأكل شيء ولو يسيرا، عملا بالسنة، يأكل ولو يسيرا عملا بالسنة، ولا يترك السحور. كذلك في حثه صلى الله عليه وسلم على الإفطار عند غروب الشمس، وحثه على السحور قبيل طلوع الفجر، دليل على تحريم الوصال كما يأتي البحث فيه إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإن تتواصل يا رسول الله، فقال: وإنكم مثلين، إني لفيكم تروح لربي ونسبيني، فلما نعود ينتهوا عن الوصال واصل بكم يوما ثم يوما ثم راى بالهلال، فقال: لو تأخر البلاد لجئتكم كم نمتي لهم إن أبوا فجئته متفق عليه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال معناها أن يواصل بين اليومين في الصيام ولا يفطر بينهما، يواصل بين اليومين في الصيام ولا يفطر بينهما ولا يأكل شيئا، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة على المسلمين، ولما فيه من مخالفة السنة التي سبق بيانها من الإفطار عند غروب الشمس والتسحر عند طلوع الفجر، فيه مخالفة للسنة. وأيضا الوصال من هدي اليهود، كانوا يواصلون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الوصال. فلما قال له رجل: يا رسول الله إنك تواصل، قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتك. هذا في دليل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الوصال من خصائصه، وأما الأمة فإنها مأمورة بترك الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها غيره،
منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم، ولأنه يقوى على الوصال، الله أعطاه قوة لم يعطها غيره من الناس، أعطاه قوة وصبرا على الوصال، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام، له صلى الله عليه وسلم خصائص وله قوة لم يعطها الله لغيره. قال إني لست كهيئتكم، هذا فيه إشارة إلى الخصوصية، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا تعليل وبيان للخصوصية التي ليست عند غيره، ليست عند غيره، فالله يطعمه ويسقيه، أما غيره فلا يحصل له ذلك. واختلف العلماء في معنى يطعمني ويسقيه، فقيل إنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة، وهذا لا يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم، وقيل إن المراد أنه يتلذذ بالطاعة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب، الطاعة تقويه وتقوي بدنه تقوية تغنيه عن الطعام والشراب، وهذا لا يحصل لغيره من الأمة. فالحاصل أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يطعمه الله ويسقيه، وهذا لا يحصل لغيره، والله أعلم بمعنى يطعمني ربي ويسقيني، والحاصل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس كغيره، وأن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال نهاهم، فأبوا أن ينتهوا، يريدون الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال يعني آخر الشهر، انتهى شهر رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم أي كالمؤدب لهم لما لم ينتهوا ولم يقبلوا ما أمرهم به، لم يقبلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الوصال. فوصاله بهم ليس هو من باب التشريع، وإنما هو من باب التأديب، من باب التأديب والزجر لما لم ينتهوا، واصل بهم تأديبا لهم يومين ثم رأوا الهلال، وقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم. فهذا فيه دليل على النهي عن الوصال، وهو عدم الإفطار بين اليومين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك، وأن المطلوب أن يصوم يوما ثم يفطر بالليل إلى السحر ثم يتسحر ثم يصوم، وهكذا كما قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، رخص لهم بالجماع في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعنى ابتغوا ما فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل معناه طلب ليلة القدر، تحروا ليلة القدر، وقيل معناه ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب الولد والنسل، فالله أعلم. فهذا الحديث يدل على المنع من الوصال، وأن المشروع للأمة
أن تفطر عند غروب الشمس وأن تأكل وتشرب كل الليل حتى يأتي السحر، ثم يتسحرون ثم يمسكون عند طلوع الفجر. هذا هو المشروع في حق الأمة. اختلف العلماء في حكم الوصال، اختلفوا في حكم الوصال، فالجمهور على أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عنه، ولما أصروا عليه واصل بهم كالمنكل لهم، فدل على تحريم الوصال في حق الأمة. والقول الثاني إباحة الوصال، أنه يجوز الوصال، يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان محرما لم يواصل بهم، فهو مباح، لكن تركه أفضل. والقول الثالث أنه محرم في حق من يشق عليه الوصال، ومباح لمن لا يشق عليه، مباح لمن لا يشق عليه. والقول الرابع وهو اختيار الإمام أحمد أو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الوصال إلى السحر، يجوز الوصال إلى السحر ثم يتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، فرخص. فهذه أربعة أقوال في الوصال، أرجحها والله أعلم إباحته إلى السحر، إباحته إلى السحر فقط، وأن الأفضل أن لا يواصل مطلقا، لا إلى السحر ولا إلى ما هو أبعد، الأفضل أن لا يواصل. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. نعم. لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في الصيام انتقل إلى ذكر المفطرات، انتقل إلى ذكر الأحاديث الواردة في المفطرات. المفطرات على قسمين كما سر، مفطرات معنوية يصح معها الصيام لكن ينقص ثوابه أو لا يكون فيه ثواب، هذه مفطرات معنوية، وهي المحرمات، فعل المحرمات من الكلام المحرم والنظر المحرم وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا فعله الصائم فإنه ينقص ثوابه أو يبطل ثوابه، فهو مفطر معنوي لا يؤمر بالقضاء، صيامه صحيح في الظاهر لكن هو ناقص الأجر أو ليس فيه أجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم. ومنها ما في هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور يشمل كل الكلام المحرم، كل الكلام المحرم
كالشتم والسب والغيبة والنميمة، كل هذا من قول الزور، سمي بقول الزور من الإزورار وهو الانحراف عن الحق، من الإزورار وهو الانحراف عن الحق. تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، تزاور يعني تميل تنحرف عن أصحاب الكهف. فالإزورار والزور هو الانحراف. الله جل وعلا يقول: واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. يقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون، يشهدون يعني لا يحضرون أعياد الكفار لأنها زور وباطل. فكل محرم من قول أو فعل فإنه زور، والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث، وقد يكون بالفعل. فيجتنب قول الزور بأنواعه: الغيبة والنميمة والسباب والشتم، حتى لو سابه أحد أو شاتمه لا يرد عليه، بل يقول: إني صائم، كما في الحديث يقول: إني صائم، يعني يمنعني الصيام من هذا. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، ولا يرد عليه. هذا قول الزور. والعمل به، العمل بالمحرم، لأن المحرم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فالضرب والقتل والتعدي على الناس بالفعل هذا من الزور، لأنه بغير حق. والجهل، الجهل السفه، الجهل معناه السفه، وهو عدم الحلم، فلا يسفه الصائم، بل يكون حليما وقورا. فالجهل المراد به هنا السفه وعدم الحلم، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني بسفاهة. وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم، هو هو المراد، ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم، فإن الذي لا يعلم لا يؤاخذ، ولكن المراد بالجهل هنا السفه. فالسفه ينافي الصيام ولا يليق بالصائم، فلا يجوز له أن يسفه مع السفهاء، يتجنب هذا. نعم. وقوله: فليس لله حاجة، ليس لله حاجة، قيل معناه: ليس لله إرادة في صيامه، أي أن هذا الصيام لا يريده الله، هذا صيام لا يريده الله، لأن الله إنما يريد الصيام الصحيح الخالي عن ما يخل به، فهذا صيام لا يريده الله، لا حاجة لله فيه، يعني لا يريده ولا يرضاه، لا يريده ولا يرضاه. وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى عباده ولا إلى أعمالهم، الله غني عن عباده. لكن المراد هنا ليس لله حاجة، يعني أن هذا لا يرضاه الله ولا يريده من عباده، لأنه صيام غير صحيح. فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه، فدل على أن الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب، بل وترك المحرمات أيضا، ترك المحرمات، فإن ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله عز وجل،
أما ترك الزور، ترك قول الزور والعمل به والجهل، فهذا ترك لمحرم، وهو واجب على المسلم دائما وأبدا. ترك المحرم واجب على المسلم دائما وأبدا في الصيام وفي غيره. في الصيام تركه والابتعاد عنه آكد، نعم، وأوجب، نعم. نعم نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه ووصائه، والمباشرة معناها لمس البشرة، لمس البشرة، هذه المباشرة، لمس البشرة من غير حائل التي هي الجلد، البشرة الجلد. كان يباشر يعني يمس نساءه مباشرة من غير حائل وهو صائم، وكان يقبل نساءه وهو صائم، ولكنها أشارت في آخر الحديث إلى أنه كان أملككم لإربه، يعني لشهوته. فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاف من ثوران الشهوة عليه صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز مباشرة الصائم لأهله، يعني لمس زوجته وتقبيلها إذا كان ذلك لا يثير شهوته، إذا كان ذلك لا يثير شهوته. أما إذا كان ذلك يثير شهوته فإنه لا يجوز له ذلك، يبتعد عنه، لأنه وسيلة إلى الشر فيبتعد عنه. فهذا هو التفصيل في المباشرة والتقبيل للصائم، مباشرة الزوجة يعني لمسها وتقبيلها للصائم. إن كان لا يخاف من ثوران شهوته لكونه شيخا كبيرا ضعيف الشهوة فلا بأس، وإن كان يخاف من ثوران شهوته كالشاب والقوي فإنه يتجنب هذا، يتجنب هذا سدا للذريعة. وتجنبا لوسائل الشر. ومن هنا قال الفقهاء يرخص في القبلة، في قبلة الزوجة رخص فيها لشيخ يعني كبير السن، وينهى عنها لشاب، ينهى عنها لشاب، لأن الشاب مظنة قوة الشهوة وثورانها. إذن فلا يجوز الترخيص للناس، للصائمين، للمباشرة والتقبيل لزوجاتهم مطلقا كما يقول بعض طلبة العلم، لا بد من هذا القيد الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي يرخص للصائمين بالتقبيل والمباشرة لزوجاتهم مطلقا، هذا غلط. لا بد من التفصيل بين من لا تتحرك شهوته وبين من تتحرك شهوته. نعم. Thank you.
هذه الأحاديث في موضوع الحجامة للصائم، موضوع الحجامة للصائم، والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي علاج معروف، وهي من الطب النبوي المفيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار، وأنا أكره النار. فذكر أن الحجامة أنها من الطب، ويكون فيها الشفاء بإذن الله إذا وافقت، إذا كان الحاجم حاذقا في الحجامة ووافقت الوقت، وقت الحجامة، وأيضا الجسم يتقبلها. فإذا توافرت شروطها فهي علاج علاج نافع بإذن الله، تخرج الدم الفاسد من الجسم. ولكن لا بد من توافر شروطه. والحجامة للصائم، حديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. احتجم وهو محرم هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال، إنما الإشكال في احتجم وهو صائم، هذه الزيادة. وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في البقيع، والبقيع اسم لمقبرة المدينة شرق المسجد النبوي، هذا هو البقيع. مر برجل يحتجم في البقيع فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث الأول يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحديث الثاني يدل على أن الحجامة تفطر الصائم، الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه سحب منه الدم الذي به قوة البدن فأفطر بذلك، كما أن الحائض تفطر إذا خرج منها دم الحيض لأن ذلك يضعفها عن الصيام، كذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام لأنه استخرج ما فيه قوته. وأما إفطار الحاجم، إفطار الحاجم فلأنه يمتص الدم بالقرن، ولا يؤمن أن يتطاير شيء من الدم إلى حلقه فيفسد صيامه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم لأنه أخرج منه الدم الذي يقويه، وحصل له ضعف بذلك فلا يتناسب مع الصيام. وأما الحاجم فلأنه يمتص الدم فلا يؤمن أن يتطاير شيء منه إلى حلقه. بينما الحديث الثالث يبين كأنه جمع بين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحجامة في أول الأمر، في أول الأمر، ثم رخص فيها بعد ذلك، فيكون أحاديث الترخيص ناسخة لأحاديث المنع على الحديث الثالث. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في موضوع الحجامة على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور والأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، عملا بقوله احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم،
وبقوله في الحديث الثالث رخص فيها بعد ذلك، وكان أنس يحتجر وهو صائم، فأخذوا من هذه الأدلة جواز الحجامة للصائم، وأجابوا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنه منسوخ بحديث ترخيص في الحجامة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الحجامة تفطر الصائم ولا تجوز له، وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من المحدثين كإسحاق وابن خزيمة وجماعة من المحدثين، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، لأن الحجامة تفطر الصائم عملا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث رواه 12 صحابيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو متواتر أو قريب من التواتر، قوي الإسناد واضح المعنى، فهو يدل على أن الحجامة تفطر الصائم. وأجابوا عن حديث احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم لأن هذه اللفظة غير محفوظة، الصحيح أنه احتجم وهو محرم، وأما لفظة وهو صائم فهذه غير محفوظة وإن كانت في صحيح البخاري، ولذلك الإمام مسلم ترك هذه الزيادة ورواه احتجم وهو محرم، ترك وهو صائم، لأن هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد هذه الزيادة غلط من الراوي غير محفوظة، وتبعه على ذلك كثير من أئمة الحديث على أن هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث، وأن المحفوظ احتجم وهو محرم. وأما الجواب عن حديث أنه رخص بعد ذلك فهذا الحديث لا يقوى على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه حديث قوي رواه 12 صحابيا، فلا بد من الترجيح قبل النسخ، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الترجيح، والترجيح هنا واضح، لا يتساوى حديث أفطر الحاجم والمحجوم من جهة السند وحديث رخص فيها فيما بعد ذلك، فلا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الترجيح، فيرجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم لكثرة رواته وصحة سنده على حديث رخص في الحجامة بعد ذلك. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وهو المناسب للمعنى، لأن الحجامة تخرج الدم من الصائم وتضعفه، والمفطرات يقولون على قسمين، إما إدخال شيء إلى الجسم إلى الجوف، إما إدخال شيء إلى الجوف كالطعام والشراب ونحو ذلك، وإما إخراج شيء من الجوف ومن الجسم كالحجامة والحيض النفاس والقيء كما يأتي وهو الاستفراغ، هذه إخراجات تفطر الصائم لأنها تضعفه وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام، فالتفطير في الحجامة هو الراجح من جهة السند ومن جهة المعنى والقياس على النظائر
في هذا. لا يبقى ما هو بمعنى الحجامة مثل سحب الدم من الصائم. سحب الدم من الصائم مثل الحجامة، يفطر. فإذا سحب دم من الصائم لإسعاف مريض أو للتبرع به للمرضى فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، لأن هذا مثل الحجامة تماما. وأما إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فهذا لا يؤثر على صيامه، لأن ذلك بغير اختياره. إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فصيامه صحيح، لأن هذا بغير اختياره، بخلاف الحجامة وسحب الدم فإنهما باختياره. وأما استخراج الدم اليسير، استخراج الدم اليسير للتحليل أو ما أشبه ذلك، هذا لا يؤثر، لأنه لا عين، ليس بمعنى الحجامة. إذا أخذ منه نقطة من الدم أو برأس البرواز أخذ منه يسير من الدم عينة من أجل التحليل فهذا لا يفطر، لأنه ليس بمعنى الحجامة. وإنما الذي بمعنى الحجامة هو السحب الكثير، وكذلك الفصد، الفصد وهو تشريط العرق لأجل يخرج الدم، هذا مثل الحجامة أيضا، يفطر الصائم. نعم. نعم، هذا في موضوع الاكتحال للصائم، وهو وضع الكحل في العينين أو وضع الدواء أو وضع القطرة في العينين، هل يفطر الصائم أو لا؟ هذا لم يرد فيه شيء، يقول لم يصح في هذا الباب شيء، لا بالنفي ولا بالإثبات. فالأصل، الأصل الإباحة، ولأن العين ليست منفذا تصل إلى الجوف، ليست منفذا، فيجوز للصائم أن يكتحل، ويجوز له أن يقطر في عينيه، ويجوز له أن يتداوى في عينيه، لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك، إلا أن العلماء يقولون الأولى تجنب هذا في النهار، لأنه قد يتسرب شيء إلى حلقه، ولذلك الصائم إذا وضع، أو أي غير الصائم أيضا، إذا وضع الإنسان شيئا في عينه وجد طعمه في حلقه أو لونه في حلقه فهو مظنة أنه يتسرب إلى الحلق، هذا شيء مشاهد. إن الإنسان إذا وضع في عينه دواء أو قطرة يجد طعم ذلك أو أثره في حلقه، حتى لو لم يرد فيه نص فهذا يؤخذ من الواقع، يؤخذ من الواقع. فتكره، يكره الكحل ووضع الدواء في العين أو القطرة في العين، يكره هذا، أقل أحواله أنه يكره، لأنه يصل إلى الحلق، وهذا شيء مجرب ومشاهد. وكذلك القطرة في الأذن، وضع شيء في الأذن أيضا مثل وضع في العين، الأولى والأحوط أن الإنسان يتجنب هذا، لأنه أيضا يتسرب إلى الحلق. وإن كانت الأذن والعين ليستا منفذا لكن يتسرب مع المسام يصل إلى الحلق، تجنبه أحوط، تجنب الكحل والقطرة في العين. أما القطرة في الأنف
فلا فهذه تفطر الصائم، لأن الأنف منفذ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتوضئ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالأنف منفذ، فلا يضع في أنفه شيئا من الأدوية أو السوائل، لأنه منفذ إلى الحلق. وقد يغذى بعض المرضى عن طريق الأنف، السعوط أيضا للصبي يوضع في الأنف. فالأنف يختلف عن العين ويختلف عن الأذن، فلا يوضع فيه شيء وقت الصيام خشية أن يذهب إلى حلقه. نعم إيه؟ خلصنا منه. إن الكحل يكره للصائم احتياطا. نعم. الأكل والشرب يفطر الصائم بالإجماع، بالنص والإجماع. الأكل والشرب يفطران الصائم بالنص والإجماع إذا كان متعمدا، لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام أي الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل. فالأكل الشرب الجماع هذه الأشياء تفطر الصائم بإجماع أهل العلم إذا تعمده. لكن من أكل أو شرب وهو ناسي فإنه لا يؤثر على صيامه إذا كان ناسيا، لهذا الحديث الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل على أن الصائم إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أن هذا لا يبطل صيامه، وأن صومه متواصل صحيح، لأن الله لا يؤاخذ الناس. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، معناه أن هذا رزق ساقه الله إليه، ليس له فيه اختيار. هذا الأكل وهذا الشرب ليس من العبد فيه فعل أبدا، لم يتعمده ولم يقصده، وإنما هو شيء من الله جل وعلا أعطاه إياه، فأطعمه الله وسقاه. هذا من قبل الله لا من قبل العبد، وإنما الذي يفسد الصيام ما كان من قبل العبد متعمدا، ما كان من قبل العبد متعمدا ألا هو الذي يفسد الصيام. ولا قضاء، وفي الرواية الأخرى: لا قضاء عليه. في أصل الحديث: ليتم صومه، في الرواية: لا قضاء عليه. فدل على أن صيامه صحيح، لأنه لو كان صيامه غير صحيح لوجب عليه القضاء. فالروايتان تدلان على أن صيامه صحيح ولا ينقطع في الأكل والشرب ناسيا، ولا كفارة كما يكون في الجماع على ما يأتي. فهذا الحديث يدل على مسألة عظيمة، وهي أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وليس عليه قضاء ولا وليس عليه كفارة أيضا.
كأنه لم يأكل ولم يشرب. نعم. نعم، هذا الحديث في موضوع القيء وهو الاستفراغ، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا هو القيء، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم. هذا إن كان بغير اختياره، ذرعه يعني غلبه وخرج بدون اختياره، فإنه لا يؤثر على صيامه، لأنه لا فعل له به، ليس هو من فعله فلا يؤثر على صيامه. أما إذا كان هو الذي تسبب في هذا القيء، اجتذبه أو استعمل شيئا سبب له القيء، فإنه يفسد صومه، لأنه استفرغ ما فيه قوته، مثل المحتجم استفرغ ما فيه قوة بدنه فيبطل صيامه، استفرغه متعمدا فيبطل صيامه. وقد ذكر العلماء كما قلت لكم أن المفطرات على نوعين، إدخال شيء أو إخراج شيء من الجسم مما يتقوى به، كالقيء والحجامة والحيض والنفاس، هذه استفراغات. إذا تعمد القيء فإنه هو الذي فعله وأخرج ما فيه قوته فيبطل صيامه بذلك. نعم. يكفي، نقف عندها. القهوة ماء، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء عند الإفطار، فهي من الماء. نعم. لو باشر من غير جماع وأنزل يبطل صيامه، يبطل صيامه لأنه أنزل باختياره وهو الذي تسبب في هذا، فيبطل صيامه ولو لم يجامع، لكن ليس عليه كفارة، يبطل صيامه، عليه القضاء لا كفارة عليه. أما الجماع فيأتي ما فيه. نعم. الأصل أن الإفطار عند غروب الشمس، فإذا كان يرى غروب الشمس فإنه يفطر، والأذان دليل على الإفطار، دليل على الغروب، الأذان دليل على الغروب، والخبر إذا أخبره أحد دليل على الغروب، وكذلك إذا كان فيه مدفع عند الإفطار هذا دليل على الغروب، هذا من الأدلة، تعتمد لأنها أدلة. فالأصل الرؤية هو أو ما يقوم مقام الرؤية من الخبر أو الأذان أو العلامة التي جعلت علامة على غروب الشمس. نعم. Thank you.
لا يجوز العمل بالحساب، والذي يفتي بهذا فتواه غير صحيح ولا يعتمد على فتواه، بل تعتمد على الرؤية وتصوم مع من بنوا صيامهم على الرؤية، تصوم معهم، ولا يجوز الاعتماد على الحساب، لأن الله لم يجعله علامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في أول الكتاب يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدرون، لرواية: أكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحلنا على الحساب. نعم. فضيلة الشيخ، كذلك في بعض البلدان يتأخر أعمال المغرب عن غروب الشمس بمقدار 10. نعم. هناك في بعض البلدان يتأخر أعمال المغرب عن غروب الشمس بمقدار 10 و15 دقيقة، وكذلك الفجر يؤخر قبل طلوع الفجر بنحو 20 دقيقة. فما توجيهكم بالنسبة لاعتقاد الإنسان، حيث أن البعض ينكر علينا إذا أخرنا على غروب الشمس وأمسكنا على طلوع الفجر؟ هؤلاء مخالفون للسنة، هؤلاء مخالفون للسنة، ربما يكونون من المبتدعة الذين يفعلون هذا الشيء، فلا يوافقون على هذا. الإفطار عند غروب الشمس، والسحور عند طلوع الفجر، وأما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا كان هناك من يؤذن على الفجر، إذا كان هناك مؤذنان أو مؤذن واحد يؤذن أذان أول ثم يؤذن أذان أخير. أما أنه يؤذن قبل طلوع الفجر ويكتفي بهذا الأذان، هذا تغرير بالناس ألا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يكون التوفيق بين صيام داود عليه السلام وهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يختلف باختلاف الناس؟ الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داود، الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. أما الذي ليس عنده قوة فإنه يصوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر ويكفي هذا، الحمد لله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ولا يصوم يوم ويفطر يوم، يريد التخفيف على الأمة لأنه قدوة، لو صام يوما وأفطر يوما شق ذلك على الناس، وهو صلى الله عليه وسلم يريد تخفيف على الأمة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء، وهو يراعي صلى الله عليه وسلم تخفيف على الأمة، وكان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية من المشقة على الأمة، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، أطلق العلماء رحمه الله النسيان بين الأكل والجماع، فقالوا إن جامع ناسيا فعليه الكفارة لاستبعاد النسيان في هذا الأمر، فما الدليل على التفريق بينهما؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الذي جاء وقال هلكت وأهلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهل. أوجب عليه الكفارة ولم يستفصل منه هل أنت ناسي ولم تعمد، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال كما هي القاعدة الأصولية. نعم. قضية الشيخ،
يا أخي الجرح هذا نادر ما يحصل، قليل من وقوعه بخلاف الحيض والنفاس، فإنه دمع الطبيعة وجبلة مع المرأة، فلو أمرت بالصيام وهي حائض شق ذلك عليه، لأنه شيء دائم خلاف الجراحة، هي شيء طاري تحصل أحيانا ولا تحصل لكل الناس. نعم، في فرق بين الحيض والنفاس وبين الجراحة. نعم. أي هو فعل العبد لكن لم يتعمده، لم يتعمده، أما دام أنه لم يتعمده فإنه لا يفسد صيامه، مثل القيء إذا خرج بغير اختياره فإنه لا يفسد صيامه، مثل الجراحة إذا جرح خرج منه دم لا يفسد صيامه، كل شيء لا ليس بفعله وليس باختياره فإنه لا يؤثر على صيامه إلا ما دل الدليل على أنه يفسد الصيام. نعم. نعم، الفقهاء يقول إذا وجد طعمه في حلقه تأكد من ذلك وهو الذي وضعه متعمدا فإنه يفطر، أما إذا لم يجد له طعما في حلقه فلا أثر لها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا، أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا، فعلامة غروب الشمس إقبال الليل من المشرق، إقبال الظلمة من المشرق، أما إذا توارت في جبل أو في كثبان أو في شيء ولم يقبل شيء من المشرق فهذا لا يفطر الصائم به، فلا بد من حصول اثنين، تواري الشمس من جهة المغرب وإقبال الليل من جهة المشرق. نعم، إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فأنت تلاحظ المشرق إن شفت فيه ظلمة مع تواري الشمس من جهة المغرب على علامة على الغروب، أما إذا توارت من المغرب ولم ترى ظلمة من جهة المشرق فإنه لا يفطر الصائم بها. نعم. قضية الشيخ في مسألة الحجامة إذا كان النصف غير ممكن. نعم، في مسألة الحجامة إذا كان النصف غير ممكن إلا إذا تعذر الجمع، ما هو جمع، هذا ما فيه جمع، فيه ترجيح، ترجيح العلماء يقولون إذا تعارضت الأدلة فإنه يصار إلى الجمع إن أمكن، فإذا لم يمكن الجمع فإنه يصار إلى الترجيح فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح، فإن تعذر الترجيح فإنه يصار إلى النسخ فينظر أيهما الأول وأيهما الأخير فيعمل بالأخير لأنه يكون ناسخا، هذه هي القاعدة. نعم، الذي عندنا الآن ليس جمعا وإنما هو ترجيح. نعم. نعم. لا، ليس له حكم الحاجب لأنه لا يمص الدم مثل الحاجب إنما يخرجه بآلة. نعم. فضيلة الشيخ، هل التحاليل الطبية التي تعطى للمريض تقصر وكذلك
تحاليل تحاميل. إذا كانت تتسرب إلى الجوف إنها تفطر الصائم، إذا كانت تتسرب إلى الجوف والظاهر أنها تتسرب إلى الجوف تفطر الصائم. نعم، لأن الدبر منفذ، دبر منفذ إلى الجوف وإلى المعدة. نعم. وكذلك غسل المعدة. نعم. وكذلك غسل المعدة. الغسيل، نعم، غسيل المعدة أيضا الذي هو الحقنة، يسمونها الحقنة، أيضا تفطر الصائم، لأنها إدخال ماء وأدوية إلى المعدة، تدخل إلى المعدة، هذا يفطر الصائم. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بلاد كثيرة المسافات بينها مدة صغيرة قد تكون مدة المريض في الوجه أو رفعه بقليل، هل يعتبر ذلك شرع السفر؟ هل يعتبر ركب السفر فيه مشقة؟ إذا فارق الإنسان عامر البلد، إذا خرج من البنيان قاصدا مسافة تبعد 80 كيلو فهذا سفر، سواء كان قاصدا لبر أو قاصدا لقرية أو لأي مكان، إذا خرج من البنيان قاصدا مسافة 80 كيلو فإنه هذا سفر، تقصر فيه الصلاة ويرخص في الإفطار في رمضان. نعم. أما إذا كان دون 80 كيلو فهذا لا يبيح القصر ولا يبيح الفطر، لأنه ليس سفرا. نعم. فضيلة الشيخ، إلى متى يستطلع الهلال؟ هل إلى صلاة العشاء أم إلى ما بعد ذلك؟ الهلال يتراءى عند غروب الشمس، لأنه يكون قريبا منها، يكون قريبا منها، قد خرج من المحاق، خرج من المحاق، ولا يمكن يراه إلا أهل الخبرة وأهل المعرفة ومن عندهم قوة بصر، هم الذين يرون يعني عند غروب الشمس، وقد يتأخر بعدها بقليل، تأخر بعدها بقليل. نعم. ليست العبرة ببداية بنهاية الأذان، العبرة ما هي بنهاية الأذان، العبرة بالبداية، بداية الأذان، إذا أذن فهذا دليل على طلوع الفجر، لأنه ما لا يؤذن حتى يرى الفجر أو يطلع الفجر، فالعبرة بالبداية لا بالنهاية. نعم. إلا إذا كان المؤذن يقدم الأذان يبتسر فلا يعتمد على أذانه للسحور، أما إذا كان المؤذن يتقيد لطلوع الفجر معروف عنه الحذق والانضباط، يؤذن عند طلوع الفجر، فإنه إذا بدأ الأذان فإنه يبدأ الصيام. نعم. فضيلة الشيخ، ما المراد بالمباشرة الوالدة للحليم؟ هل هي فقط اللمس باليد أم هي المسح والجماع؟ المباشرة هي اللمس باليد. نعم، اللمس باليد هذه المباشرة، أما ما زاد عن ذلك فربما هذا يثير الشهوة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التبرع بالدم من غير حاجة؟ وهل إذا أعطي هدية على ذلك فله أن يبذلها؟ لا بأس بالتبرع بالدم، لأنه من الإحسان، إذا كان الإنسان عنده استعداد للتبرع ولا يؤثر على صحته، والأطباء يفحصون قبل هذا، يفحصون ويشوفون هل عنده استعداد أو ما عنده استعداد، فإذا كان عنده استعداد فتبرعه بالدم طيب وإحسان منه، لكن لا يأخذ في مقابله شيء، لأنه لا يجوز بيع الدم، الدم حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فإذا كان يتبرع بالدم في يعني رجاء للهدية، إذا كان يتبرع بالدم من أجل الهدية فهذا لا يجوز لأنه بيع، أما إذا تبرع بالدم إحسانا منه ولم يتطلع إلى شيء لكن أعطي بعد ذلك شيء هذا لا بأس به لأنه لم يرده. نعم. فضيلة الشيخ،
وكونه يتركه أحسن بعد، كونه يتركه أحسن، لكن إذا كان ما أراد ولا تطلع إليه فلا معنى أنه يأخذ. نعم. قضية الشيخ، ورد في الطب النبوي عن الحجارة أنه لا بد من يوم معين في الشهر وتاريخ معين، فما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن الدم له أوقات، و الدم له أوقات يناسب سحبه فيها وأوقات لا يناسب سحبه فيها، ما هو دائما يسحب الدم، في أوقات لو سحب الدم يتأثر الإنسان، في أوقات إذا سحب ما يتأثر، وهذا يعرفه أهل الحذق وأهل أهل المهنة. نعم. هذا حسب درجات الفلك، هذا لا يعرفه إلا أهل الحذق والفلكيين، يعني مسألة المسافة التي تختلف فيها المطالع، المسافة التي لا تختلف هذا باختلاف خطوط الطول والعرض، وهذا لابد من أهل الفن الذي يقدرونه. نعم، يكفي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. شكرا لك خير يا شيخ. عندك عين ولا غاء؟ عندك العين ولا بالغاء؟ نعم. حتى بلغ طلوع الغميم. نعم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليه الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا الحديث في موضوع الفطر للمسافر، الفطر في رمضان للمسافر، وهذا يدل عليه قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في الآية التي قبلها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الإفطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لأنه عذر يبيح الفطر، وذلك من يسر هذه الشريعة ونفيها للحرج عن الأمة، فإن السفر مظنة المشقة، لذلك خفف الله عن المسافر لئلا يجتمع عليه مشقتان، مشقة السفر ومشقة الصيام، ولهذا قال جل وعلا في ختام الآية الكريمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، خرج يعني من المدينة مسافرا إلى مكة عام الفتح، أي فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة
من الهجرة، وكان هو وأصحابه يصومون في هذا الشهر حتى بلغ أي وصل إلى كراع الغميم، وهو اسم موضع، اسم وادي، اسم واد بين مكة والمدينة قريبا من عسفان. وكراع، كراع الشيء طرفه، فكل طرف يقال له كراع. فلما بلغ كراع الغميم أمر بقدح من ماء، قدح الإناء يعني، قدح من ماء يعني مملوءا ماء، وذلك ليظهر للناس الإفطار حتى يفطروا، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة. فرفعه حتى رآه الناس، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، أي أفطر في هذا اليوم. وفي رواية أنه قيل له صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام، هذه الرواية تبين السبب الذي من أجله أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر، فأفطر من أفطر اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس استمروا صائمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، هذا ذم منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأصروا على الصيام وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعد صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا معصية أي مخالفة. وذلك لأن الذي يترك الرخصة وهو محتاج إليها يعد عاصيا، لأنه في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى يدل على إباحة الإفطار في نهار رمضان للمسافر، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. ثانيا يدل على أنه ينبغي للقدوة من أهل العلم، ينبغي لهم أن يعلنوا الأحكام الشرعية للناس حتى يعلموها ويعملوا بها، لأنهم قدوة. ثالثا الحديث دليل على أن المسافر إذا بدأ الصيام لم يلزمه أن يتمه، إذا بدأ الصيام من أول النهار لم يلزمه أن يتمه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم هذا اليوم. رابعا الحديث دليل على أن من خالف الرخصة وهو محتاج إليها فإنه يعد عاصيا، لأن الله يحب منه فعل الرخصة، فهو فعل شيئا لا يحبه الله،
خامسا هذا الحديث وغيره كغيره يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها أنها لا تكلف الناس المشقة والعنت، وأن الله لا يحب من عباده أن يشقوا على أنفسهم. نعم. وعن حدث بن عبد الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة عن الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصل في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو وسأل هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد مشقة في الصيام في السفر، فهل عليه جناح أي حرج إذا صام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، هي رخصة من الله سبحانه وتعالى، من شاء فعل ومن شاء صام. فهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، يفسر الحديث الذي قبله في أن المسافر مخير بين الصيام في السفر والإفطار إذا كان يقوى، إذا كان يقوى على الصيام فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما إذا كان لا يقوى على الصيام ويشق عليه فإنه يتأكد في حقه الفطر، فالفطر في حقه أفضل، ولو صام صيامه صحيح، فهو يبين أن الفطر ليس بواجب، وأنه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لا يفهم منه أن الصيام في السفر محرم، وإنما الأمر فيه تفصيل، إن كان يشق عليه الصيام فالفطرة، وإن كان لا يشق عليه الصيام فإن الأمر متعادل، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعلى كل حال الصيام في السفر صحيح، خلافا لمن ظن أو رأى أن الصيام في السفر لا يصح وأن عليه القضاء كما تقوله الظاهرية. الظاهرية عندهم أن الصيام في السفر لا يصح، وأن من صام لا يجزئه صيامه في السفر، وهذا لا شك أن قول مرجوح بالأدلة. كما أن الحديث يدل على مطلق الصيام سواء فريضة أو نافلة، وأن الإنسان إذا لم يجد مشقة في السفر فإنه مخير، إن شاء صام فريضة أو نافلة، وإن شاء أفطر. هذا ما يدل عليه، هذا ما يدل عليه حديث حمزة بن سلمة رضي الله عنه.